Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan kami Aisyah Family Channel. Kali ini kami akan share ke kalian bagaimana cara umroh bagi penduduk lokal. Nah, karena ada beberapa yang tanya, sama nggak sih cara umrohnya orang lokal dengan orang luar Saudi? Apa aja sih syaratnya? Terus kalau umroh orang lokal itu bayar nggak sih? Terus mikotnya dari mana? Oke. Insya Allah akan saya jelaskan secara detail, sedetail-detailnya. So, simak sampai akhir ya.
شرب الصحراء بحب البنت السمراء قاعدة جوا الخيمة وبتشرب قهوة مرة
منتشر بالصحراء بحب البنت السمراء قاعدة جوا الخيمة وبتشرب قهوة مرة ترنم قالنا عاشق متيم في الهوى قلبي مغيم يا هزلي لا 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 يا هزلي هزلي يا بنت صنع المدينة بينك روحي راهينة يا بنت صنع المدينة بينك روحي راهينة من لي مضنا من يعينا يخطب البنت الحسينة هزلي لا 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 يا هزلي هزلي يا هزلي قال انا قلبي هواوي في دروب الحب غاوي قال انا قلبي هواوي في دروب الحب غاوي لو تساوي ما تساوي فالهوى ما لحني داوي يا هزلي هلا لا 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 هلا لا 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 هلا لا 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 يا هزلي